اهم شيء نحن عنا هلا انه ننزل كل الحيوانات يلي علقانه بعد فوق، وخصوصا المربوطين يلي ما قادرين حتى يخلصوا حالهم. كل يوم بس عم بقول ناطر توقف الحرب لاطلع وحياة عيون، بس يصير في ضرب كان يعني، بس نكون نحن فوق ويمرق جدار صوت قبل ما نفال يعني، ينط وحياة الله ينط بجري يصير بحرج. قلت هلا بحرج مين بده يكون؟ لحاله. نحن المسجز يلي واصلين لنا لهلا تقريبا اكثر من شي 3000 مسج، ونحن ردين على تقريبا 1700 شخص حاكيين معه وانه قايلين لهم انه حنساعدهم، واكيد التليفون ما بيهدى واكيد الايميلز كل الوقت، يعني كميه المسجز والتليفونات اللي عم توصلنا مستحيل نقدر نلحق له. يلا يلا يعني لما نطلع مثل اليوم بنصار لبسينات والكلاب كانوا كلهم واقفين حد الدفاع المدني، لما وصلنا نحن ركضوا علينا، الحوش كانت كثير خطره ما يفادون، طلعنا كرمال الكلب واحد على الان، وهو فعلا يعني الفيديو نزل على الصفحه انه وصلنا لعنده مقفل عليه، صاروا 10 ايام بلا اكل لانه الباب مقفل، بس شافنا من بعيد حينط كان. بطل انت عم تفكر انه شو ممكن يصير معك، خلص انه اوكي يلا اللي بده يصير هذا ربنا كاتبه. كمان عم نجرب نأمن أكبر عدد أكل للدفاع المدني يلي قبلوا يتعاونوا معنا فوق، لأنه نحن ما بقى حنقدر نوصل، نحن هلأ أوريدي صار في كتير مناطق مش ما بقى نقدر نفوت عليها، يعني من جمعة كنا عم نقدر نروح على هول المناطق، هلأ ما بقى فينا، فإيفنتشلي السيركل حتصغر أكتر أكتر وما بقى حنقدر نوصل لمحل، عشان هيك نحن سوبر مستعجلين إنه ننزل أكبر عدد حيوانات فينا بأسرع وقت. Yeah.